زاد فيها انتشار الإسلام والدعوة وغزوات الرسول للدفاع عن المسلمين، حتى حان الوقت ليعود الوطنيين، حيث فتح مكة الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 مرضا شديدا، حيث توفي ودفن في حجرة زوجته عائشة بالمدينة المنورة، حيث يوجد المسجد النبوي. وذهب صديق المراد: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. صلى الله عليه وسلم.